انتم بخير ان شاء الله. شو تحب تعيد العالم العربي تقول للجمهور كلمة؟ بدي اقول كل عام وانتم بخير، يا ريتهم اجوا كلهم لهون لانه بيروت والعاني وما في شيء مثل ما شفتوه، ما في شيء، الدنيا امين وعالم الشوارع غريب، هالاشاعات اللي طلعوها انه بيروت غير ابني، بيروت غير من جدا، وبيروت بتحب اهل الخليج وبتنور بوجودهم، ونقول لهم ان شاء الله انه بالمناسبة المقبلة نشوفهم، ولو ما ساعتهم الهوتيلين قلوبنا بتساعدهم. رغم الناس تعودت تشوفك مع هيفا باكثر الحفلات هيدي السنة، كنت لا مش مع هيفا، مع مايا، لا مش بس مع هيفا، هيفا كنت جيبها جبتها حفلتين او ثلاثة، مايا رائعة وعم يجيني فيدباك رائع عنها. ممكن تشوف شي تعاون يعني مع مايا؟ يعني هو قال لك التجديد تغيير حلو، التغيير مطلوب، يعني مش حلو البروجرام هو زيته كل السنة. وعن برنامج أربعة إذا تشوف خبرناك سريعا، كثير حلو، أصوات حلوة كثير، مشاركة نانسي رائعة، نانسي بضوي اللجنة، دايما بقول لكم دايما شددوا على المصداقية، أنا كل حدا بيسألني بالصحافة بقول نحن نعرف إن أنتم مصداقيين، مشان هيك بنحيي فيكم مصداقيتكم.